أم محمد. السلام عليكم. وعليك السلام يا أم محمد. الله يوفقك إن شاء الله ويسر أمرك. الله يسعد قلبك. الله يوفقك إن شاء الله. قولي. يصلحك ذهنك إن شاء الله. أبغى أسألك الله يسعد هذا الوجه إن شاء الله. آمين. إنك نور الشاشة والله الله يوفقك. أنا والله الشاشة منورة بليتاتها. أمري قولي. حصلت مشاكل بين زوجي وبين أهلي وهو ما عندي إذا الحين ما أروح عند أهلي. فما أدري إيش الحل، يرافضني يقول لا أروح عنده، فما أدري إيش الحل. زوجك منعك أن تذهبي عند أهلك؟ إي والله. عند أمك؟ لا عند أخواني. شوفي. إذا ذهبتي بالخفاء وعلم، هل يترتب عليه مشكلة أكبر؟ ما أبغى أطلع بين ابنه. زين، إذا اصبري، عسى الله أن يصلح القلوب، اصبري. لا تأخذين الحار بالحار، اصبري اصبري اصبري. اصبر، الحكمة زينة، الصبر زين، الصبر زين. ما شيء أعظم علاج لكل مشاكلنا الصبر، الصبر زين. فاصبري، اللي ما ينحل اليوم ينحل باكر. عاد لي بالصبر، الله يسعد وجهك إن شاء الله ويوفقك. آمين. فاصبر اختي نصيحة، يعني اصبري لك، في النهاية الزوج بلين. الرجل وقت الغضب يضع قرارات ظالمة صارمة، لكن بعد مرور أسبوع أسبوعين يلين قلبه، يلين. ما في هذا قدي، أنا قدي ذلكين كم سنة والله. والله حرام والله. إذا زرتيهم بالخفاء وعرف مشكلة، ما أقدر، لأنه يقول أنت تطلعين فأنت كذا وكذا، ما أقدر. خلاص اصبري، عندي بزران، عندي 10 عيال. اصبري حسبك الله. زين، أهلك يزورونك نادرا نادرا. الله يعينك وحسبك الله، والله يحنن قلبه. قولي آمين. يا رب الله يحفظك. اصبر اختي، الصبر زين، الصبر زين. ما ابغى الدعاوي ولا ابغى عيش، الله يسعد وجهك ان شاء الله. امين، الله يسعد قلبك. اي والله، وابغى رقمك، الله يسعد وجهك. من عيوني، من عيوني، ابشر اختي. الله يحفظ لنا وجهك ان شاء الله ويسر امرك. امين يا رب اختي، شكرا. بعض الازواج يا اخي، يا اخي يا اخي، انت نفسك لا تستطيع ان تبتعد عن اهلك. حنا ما نستطيع أن نبتعد عن أهالينا. أنا برسالة للأزواج، أنا لما أرسل رسالة مو لأني مثالي، لكن أنا أتكلم الآن بالشرع. حنا ما نقدر معشر الرجال نبتعد عن أهلينا، سواء الأم الأخت، لازم نتواصل. فأنت يوم تمنع زوجتك، أنت ما تعاقب زوجتك، أنت أيضا تعاقب عيالك، لأنك قطعت أواصر المحبة بين خالاتهم، بين أخوالهم، بين جدتهم، تتعاقب أيضا عيالك. فاتق الله، لا تحرموا. النبي صلى الله عليه وسلم طائر، شفع على طائر، إن بعد صحابي أبعد عياله عن طائر، شفع على طائر صلى الله عليه وسلم، لأن صحابي أبعد البيض، بس أبعد البيض عنه لعياله. فكيف أنت تبعد زوجة عن أمها وأبوها؟ فاتقوا الله عز وجل. ليس عقاب المرأة أن تمنعها عن أهلها، ما هذا عقاب جاهلي، هذا عقاب جاهلي. تحبس المرأة، هذا عقاب لا يقوم به عاقل. إذا أردت أن تعاقب المرأة، في عندك عدة أساليب. الله عز وجل أمرك هجر بالمضاجع، هي بحجرة وأنت بحجرة، هجر بالمضاجع، بس ما تهجرها عن أهلها. ما يشرع هذا، لا دين ولا عرف. فلهذا اتقوا الله عز وجل.